الله جل وعلا كما يقال جعل خلقه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول مكلفون معصومون، هؤلاء شاء الله أن لا يعصونه أبدا، وهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون أبدا، الملائكة. هذا الصنف الأول مكلفون ولكنهم في الوقت ذاته معصومون. القسم الثاني الذي خلقه الله تبارك وتعالى غير معصوم غير مكلف، لا هو معصوم ولا هو مكلف، وهي البهائم والدواب والطيور والأسماك، حيوانات والحشرات، هذه غير مكلفة وبالتالي غير معصومة، وذاك تعتدي ويعتدى عليها لأنها غير مكلفة أصلا هذه ولا عقل لها. وإذاك الله تبارك وتعالى لا يحاسبها يوم القيامة إلا ما كان فيما بينها، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فقط، انتهى كوني ترابا، تكون ترابا وانتهى كل شيء، انتهت حياتها، لا تعذب يوم القيامة ولا تؤاخذ، وإنما يقتص لبعضها من بعض، لكن يحاسبها الله لمن لم تعبدي لمن لم تسجدي له، لأنها غير معصومة غير مكلفة. القسم الثالث غير معصوم مكلف، وهم الإنس والجن، مكلفون وغير معصومين، فيرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى، من أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار ولا كرامة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه ما شاء ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى.